كيفك حال صاحبي؟ اليوم معايا بخالي ديال الدوخه وكذا. يلاه كان كيقولوا لي هاكو داكشي اللي كان باقي ما وصلش للمعده كيهضر خمس ايام بالضبط صافي. من بعد وليت نهار وليت صافي شي لاخر ديك كمان 42 يوم داز صحتي كلها زوين. كان هبط كنخدم العكس كثير لا ميكانيك كان هبط كنخدم في الموتور تحت مراتي. انا بكيت بها الحليب ديال الجبن هذا اوطيل هذا هو مزيان الحليب ديال هذا راه 80 درهم هذا